feel my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. A little bit closer now. Let's do some things where there ain't no crowd. السلام عليكم اصدقاء عاشقات الدراجات الناريه. اليوم غادي نهضروا على اول واحد دخل كاوازاكي الاش دو اير للمغرب. الكاوازاكي اش دو اير هي اسرع دراجه ناريه في العالم اللي شدت 400 كيلومتر في 26 ثانيه. واللي دخل لامبورغيني والفيراري وهذا الشيء كامل في 2018 ودابا نتعرفوا عليه. على تقول ماشي ولد البلاد وسمنا وبراد والاسم تاعو هو انس والاسم باش معروف هو روكو هو ولد كازا وولد سباتا وما بين لي فيديو باش كان معروف هي فاش خشى واحد الفيراري في واحد الطونوبيل. كان سفيان اول معروف بكروكومون عطى الستيك سنايم ولا كريم الطونوبيل تاعو باش انهم يصوروا بها فيديو كليب. وبالنسبه للاش دو اير اللي كانت عنده اللي كانت دايره ديك الساعه 32 مليون الكثير منكم غادي يسول فاش خدام ولا شنو كيدير. بالنسبه هو كيلعب في الكازينو او القمر. واللي كان في نهار واحد ربح 300 مليون. وبالنسبه هذا هو الفيديو تاعنا تاع اول مغربي دخل اسرع دراجه في العالم للمغرب. ونتمنى انه تعجبكم يعجبكم الفيديو. ما تنساوش انكم تشتركوا وتدقوا على الجرس وتدخلوا عندي الانستغرام.